بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. النهارده هنشتغل في فيديو ظريف ومطلوب مننا ومعظم الطلبة والطالبات، ودلوقتي بالمناسبة الامتحانات بيقولوا لنا إحنا نستفيد كطلبة أو تلامذة مدارس، بنستفيد إيه من التنس الأرضي؟ التنس الأرضي أثبت إن طبعًا الرياضة عامة أصبحت في أوروبا النهارده ما أصبحتش إن هي الرياضة تعوق الدراسة، بالعكس بل الرياضة بتمشي في راين واحد مع الدراسة. والامم المتقدمه بتخلي ان التلميذ لابد او طالب الجامعه لابد ان يكون ليه لعبه محببه تتماشى مع دراسته وتتماشى مع ميوله. وليكن احنا بنقول بنتكلم حاليا في لعبه التنس. لعبه التنس بالنسبه لتلميذ المدارس او الجامعات، الاهتمام بلعبه التنس الارضي يزيد من التحصيل الدراسي عند الطلاب ويبعدهم عن الملل. تلاحظ ان فكره الملل عن التلميذ بتبقى موجوده، اللعبه فن فيها راحه بيستريح اليها التلميذ من المناهج الدراسيه الجافه ويزيد من النمو الاجتماعي والذهني عند الطلبه. اذا نطلع بمعلومه نقول ايه؟ ان لعب التنس بيبقى يزيد من التحصيل الدراسي بفكره ان هو يروح يلعب ماتش، بفكره ان هو يروح يتدرب ويرجع بيغير بيعمل تغيير برياضي لحركه الجسم بتاعته. لعب التنس برضو بتلاحظ ان هو بيفرغ الطاقة السلبية المتواجدة لدى الطالب في الملعب أو في التمرين، إذا بيستفيد إيه بإنه بيفرغ طاقته السلبية إلى طاقة إيجابية داخل الملعب أو مع التمرين بتاعه. الطالب برضه بتعلم لعبة التنس بالذات بتعلم الطالب احترام القوانين، إن هو كيفية احترام القوانين والقواعد والأنظمة، لأن لعبة التنس لها قوانين وقواعد منظمة ثابتة يجب الاحترام لها ويجب الالتزام بها واحترامها. اذا بتعلم فعلا كان ولد في مدارس ابتدائي او اعدادي انه ازاي يحترم القانون من خلال المدرب، من خلال الحكم، من خلال كذا. اذا يستطيع ان يحترم قانون المرور، يحترم القوانين الوضعيه اللي ينشا عليها. اذا فعلا يستفيد الطالب او التلميذ من لعبه التنس استفاده كامله من داخل الملعب، من داخل قوانينها، من نظام المدرب، من نظام لعبه، من نظام تفكيره، من نظام خروجه. اذا فعلا لا استفاده كامله جدا في لعب التنس الطالب يستفيد منها، وخاصه طالب المدارس اللي هم يبداوا من كي جي 1 كي جي 2 لحد مرحله التعليم الابتدائي يستفيد من لعبه التنس استفاده كامله لو نظم تمرينه، لو نظم وقته داخل الدراسه. شكرا.